السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبيه دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على المدرب تاع اوغندا، وين يرفع التحدي يعني قبل مواجهه المنتخب الوطني، وين باقي ما باقيلاش بزاف يعني، وين يطلب بوضع استراتيجيه عمل مع الاتحاديه الاوغنديه. احنا مازال ما كاش يعني هذا المدرب يعني ما كان لا استراتيجيه عمل، ما كان والو ما كاش يا كاوصاي، حاسب باللي افريقيا كارطيات، ما علمش باللي لافريك تطورت، سيراليون ما تقناش نربحوها، يعني افريقيا الوسطى ما تقناش نربحوها، ما نهضروش على الكوت ديفوار، ما نهضروش على الكاميرون، ما نهضروش عليهم هذو زوج، ما نهضروش عليهم، نهضرو على زوج برك، نهضرو على بوركينا، على الاخرى بوركينا فاسو، ما نهضروش عليها بوركينا فاسو، كل لعبة تاعها كانت كرون كونت لي هنايا في البليده، كنا غادي يكملوا معنا بوركينا فاسو، ما نهضروش عليها، نهضر على افريقيا الوسطى والسيراليون اللي صورنا في دو ماتش، صورنا نقطة واحدة برك، ما نقولش تروا ماتش، دو ماتش صورنا نقطة، خرجونا خرجت البعير، خرجوا هذا المدرب خرجت البعير، ما التالي كاع، هذه باش يكون على بالكم بها، على شحال باقينا؟ ما باقيناش بزاف أصاحبي، أو المدرب هذا عافس على الناس كاع، عافس على الناس اللي عبدوها، ماشي علينا، ما أنا كونسيب والله العظيم ما يزيد دقيقة. اللي كيما راه جزائري الله يسهل عليه، يجي يسكن هنا في الجزائر نورمال، راني على المنتخب الوطني الجزائري، والله ما يزيد دقيقة، خاطش إنسان فشل في المهام تاعو كمدرب، حط وروح، بالتالي كاع، ناس هاي تتوجد، حنايا مازلنا نقارعو في التيك توك، نجيبو حقنا من الفيفا، من التيك توك نجيبو حقنا من الفيفا، مازلنا. ربي على ساخط عليكم، نقول لكم على ساخط، تعبدوا بنادم، راكم خليه ربي تعبدوا بنادم، هذه على ذيك ربي ساخط عليكم، ورانا هاك كوب ديمون هاكا، كيف فات علينا فات علينا هاك، خاطش على صابكم تعبدوا مخليين ربي، تعبدوا في بنادم مخليين ربي، واحد شتاه كومونتي علي قال لي انت عاية الشعب، انا ما عاية الشعب، عاية الناس اللي تعبد. بالتالي كاع خاطش كاين وطنيين كاين جزائريين اللي يعرفوا كرة قدم، يعني قال لك هذا المدرب فشل، قلع روح، مشروع فشل فيه، ما عندكش أصلا، ما كاش كاين مشروع، أصلا ما كاش كاين مشروع، واش هدر كاع تناقض، كاع المدرب كاع دار تناقض لروحو، خاطش علاه كي تشوف النهار اللي جا قال لهم أنا تلعب في الريال تقعد براسو ما تلعبش، ما نعيطلكش، من بعد ولينا نشوفوا ناس يعني في ليون راكدة ينوضهم يقول ما راهو تلعبوا، ناس ما عندهمش نادي، ما كاش نادي كيما يوسف بلايلي كوب دافريك اللي فاتت، ما عندوش نادي، كان في سخ لعب تاعو، ما عندوش لا ليسونس تابع لاي فريق، بدون فريق لعب في ليكيب ناسيونال، هذه اول مره صرات في ليكيب ناسيونال، ثاني باش يكون على بالكم اول مره، ما كاش قال يهضر عليها، ناس مقيله، هو كان يحوس يجيب احنا نحوسوا شكون اللي مركي، هو كان يحوس يجيب اطباء للناس يشوفهم كيفاش يمركو، نورمالمون انت تبحث يعني كيفاش رانا ما راناش نمركو، انت مدرب ماشي تجيب الطبيب اخصائي باش يشوف الناف تاعك على باش يمركي بالمقلوب، وين عاودوا نولوا وين اصفرت القرعه التصفيات كاس امم افريقيا 2023 والتي جرت يوم الثلاثاء في دولة جنوب إفريقيا، عن وقوع المنتخب الجزائري في مجموعة سادسة إلى جانب المنتخب أوغندا تنزانيا والنيجر، وتحدث المدرب المنتخب الأوغندي يعني عن هذه المجموعة، حيث يرى أن المنتخب الجزائري يبقى مرشح ليكون متصدر رغم خروجه من الدور الأول في آخر نسخة بالكاميرون وفشله في التأهل لمونديال قطر 2022. ما وجدناش على بالي بلي 24 فريق انكاليفو، كلاسو دوزيام كلاسو بروبي انكاليفو،
خاطش على الناس لا يقول لك بلي يا ودي بالك صعيبه، ما صعيبه ما والو، نكاليفو بسهوله خاطش 24 فريق. الا ما روحناش مع 24 فريق نحبسوا البوله كاع نحبسوها، رغم ان افريقيا تطورت، افريقيا دارت مرحله انتقاليه تاعها في 2019 بعد كاس العالم، جابوا اللعابه تاعهم في كوب دافريك في مصر، سياو اللعابه تاعهم سياو برك ما حوسوش باش يوجدوا الكاس العالم تاع 2022. الناس اللي كانوا يجيبوا اللعابه ويخلطوا عجينه هذه طيبوا هذه ما خرجت هذه خرجت هذه ما خرجتش، نجحوا راحوا لكوب ديمون. وحنايا قعدنا نتبعوا في طليان 35 مباراه، مي تهضر يقول لك 35 مباراه دون انهزام، بصح انا نقول لي بلي 44 في الموند، 44 في الموند هذه باش يكون على بالك. وإن جاء التصريح المدرب الصربي يوم الأربعاء لموقع الرسمي للاتحاد الأوغندي لكرة القدم، حيث قال أعتقدنا وإن أعتقد أننا في مجموعة تنافسية للغاية وهي أحد أقوى المجموعات هذه التصفيات، صحيح أن المنتخب الجزائري يبقى مرشح لكونه أحرز اللقب في 2019 يعني وخرج من الدور الأول في 2022، لكن في كرة القدم الحديثة لا توجد فرق صغيرة لأن فجوة تقلصت في كرة القدم الإفريقية، الناس تطورت، حنا ما خدمناش، حنا مدرب يجي يدير التربص تاعو هنايا يلعب ماتش ويعاود يقلع ثلاثة أشهر أربعة أشهر بعد يعاود يولي ثلاثة أشهر من بعد أقصينا خرجنا خرجت البعير كأس إفريقيا 40 يوم بجبال ضروك خرجنا ما تأهلناش، يقارع في التيك توك بالك يجيبوا له حقه، يعني يقارعوا في التيك توك بالك يجيب لهم يجيبوا لهم حقهم، نقارعوا التيك توك التيك توك يجيب لنا حقنا، ونقارعوا المشراكة يعني يخرج لنا لي بريف، لي بريف اللي قال لك فرنسا تضغط عليا باش ما نخرجش لي بريف ونخرج منها على حساب هذاك تينيكيتو هذاك اللي امنوا ذاك تينيكيتو، حتى ذاك تينيكيتو امن كوافير في التيك توك، امنوا كوافير في التيك توك. وأضاف هذا المدرب بقوله نحن نواجه منتخبات ذات منهج مختلف في ذلك، يعني وين نقولوا باللي الجزائر وتنزانيا، ونحن هنا نتحدث عن الجزائر والنيجر، يعني تنزانيا والنيجر الجزائر والنيجر ثم المنافس وهو منتخب تنزانيا. المنتخب الجزائري يعاني من خيبة آمال في الآونة الأخيرة بعد خروجه من الدور الأول لأمم إفريقيا الأخير، وكذلك إخفاق في الوصول إلى كأس العالم، لهذا ستكون هذه التصفيات فرصة لتعويض بالنسبة لنا. وختم هذا المدرب تصريحاته قائلا أنا أناشد كل أصحاب المصلحة وجميع الأشخاص التقنيين في الاتحاد الأوغندي أن يكون لدينا تنظيم جيد وخطة استراتيجية مفصلة لكي نحسن التعامل بهذه التصفيات، وأدعو اللاعبين إلى ربع التحدي لأن هذه المباراة فرصة لنا لكي نعود إلى كأس أمم إفريقيا. ويذكر أن المنتخب الجزائري سيقص شريط مشاركته في هذه التصفيات خلال الأسبوع الأول من شهر يعني القادم المقبل، يعني باستقبال منتخب أوغندا ثم الرحيل إلى دار السلام لمواجهة المنتخب تنزانيا، ثم الاستئناف في هذه التصفيات بمواجهة مزدوجة ضد المنتخب النيجر في شهر سبتمبر، يعني ألي روتور مع النيجر. على ذلك نقول لكم باليهودي لازم عامل، لازم يعني ضرب بيد من حديد، المدرب اللي رشادكم كاع كيما هكا ما كان عامل استراتيجي، ما كان يعني ما كانش محط، ما كان والو، مازال حاسب باللي قديورة عنده 30 عام، يا ودي قديورة داروا عجبتو تروازيام ديفيزيون، سنيا باطل مسكين غير باش يلعب ومن بعد عرفتي. تما تبع نتوما نتاع في عقليتك هذا اللعابه اللي عندهم 21 22 كنت تقعد انت لازم تلحقوا 30 عام باش يلعبوا في ليكيب ناسيونال، هذه اللي وصلتنا ليها، هذه اللي راكم وصلنا ليها، وصلنا لها رانا فيها، يعني ضخ دماء جديده ضخ دماء جديده ما كانش دروك يقول لك شكون ما كانش، هو اللي خلاكم تقولوا شكون ما كانش، خاطش علاه ما خدمش ربع سنين كاطرون كامله جاب لك زرقان برك زرقان هذاك جاب لك زرقان ربع سنين جاب لك زرقان برك هذاك مليان كان والو. انا نقول لكم الحذر ثم الحذر هذه هي.